السلام عليكم. وصلنا معكم إلى الفصل 11 من منهج التشغيل الأكاديمي، والذي سيتحدث عن الفايل سيستم انترفيس اللي هو واجهة نظام الملفات. هذا الفصل طبعا يعتبر من الفصول المهمة، لأنه يوضح يعني العلاقة ما بين الكثير من المواضيع السابقة والمواضيع التي سنتحدث عنها بعد هذا الفصل إن شاء الله. راح يتحدثنا أول هذا الفصل مفهوم الملف، ما هو الملف، الأكسس ميثودز طرق الوصول إلى الملفات، ديسك أند دايركتوري ستراكتشر اللي هو هيكل القرص او الملف، والدايركتوري اللي هي المجلدات، الفايل سيستم ماونتنج يعني كيفيه تثبيت نظام الملفات، الفايل شيرنج مشاركه الملفات، واخيرا البروتكشن اللي هي حمايه الملفات من العبث والاستخدام الغير صحيح. الهدف من هذا الفصل هو لشرح وظائف نظام الملفات، لوصف الواجهات لنظام الملفات، لمناقشه كيفيه تصميم نظام الملفات، وكذلك الاكسس ميثودز طرق الوصول، مشاركه الملفات، قفل الملفات، وكذلك هياكل المجلدات، واخيرا to explore the file system protection اللي هو كيفيه حمايه نظام الملفات. بدايه، ما هو مفهوم الملف؟ الملف طبعا احنا دائما نتحدث عن اي شيء نراه على سطح المكتب او في اي نافذه، اي ايقونه تحتوي في داخلها على ملف. الملف بالحقيقه يعني وصفه هو عباره عن مساحه يعني عنوان منطقي متجاوره في الذاكره، مجموعة من البيانات الموجودة في يعني أماكن متجاورة يجمعها في أنه في شيء منطقي لكي تتحول إلى ملف. أنواع الملفات ممكن أن تكون data، بيانات، قد تكون هذه بيانات رقمية، أو قد تكون رموز، أو قد تكون بيانات يعني ثنائية binary 0 and 1. قد تكون هذه الملفات هي program يعني برنامج. contents defined by the files creator، مكونات أو محتويات الملف يتم تحديدها أو تعريفها من قبل منشئ هذا الملف. وطبعا منشئ الملف قد يكون هو ملف آخر أو برنامج آخر، أو قد يكون هو يعني اليوزر أو بروجرامر أو ديفلوبر أو أي شخص آخر يعمل على الحاسوب. many types، طبعا هناك الكثير من الملفات أو أنواع الملفات، بعضها قد تكون text file اللي هو ملفات النصية، بعضها قد تكون هي source file اللي هي ملفات يعني مصدرية، أو executable file اللي هي الملفات الجاهزة للتنفيذ. الفايل اتريبيوتس اللي هي مواصفات الملف، الاسم اللي هو الشيء الوحيد الذي يتم حفظه بصيغه مفهومه للبشر، الايدنتيفاير اللي هو الاي دي اللي هو رقم معرف للملف اللي هو عباره عن يعني رقم ايضا مثل ما ذكرنا يتم من خلاله تعريف الملف في داخل نظام الملفات، التايب اللي هو نوع الملفات يتم الحاجه له في الانظمه التي تدعم انواع مختلفه من الملفات، وتقريبا اغلب الانواع الملف الانظمه اليوم تدعم الكثير من انواع الملفات، وبالتالي نحتاج معرفه نوع الملف. اللوكيشن اللي هو موقع الملف هو عبارة عن بوينتر إلى اللي هو مؤشر إلى موقع هذا الملف في القرص أو في القرص الصليب أو أي نوع من أنواع الذاكرة الثانوية. السايز اللي هو حجم الملف. البروتكشن اللي هو حماية الملف، تتحكم بمن الذي يمتلك القدرة على القراءة أو الكتابة أو التنفيذ لهذا الملف. أيضا الوقت والتاريخ ويعني تعريف المستخدم، كل هذه الأمور يتم يعني حفظها أيضا للملف، والتي هي تستخدم ل يعني data for protection, security and usage monitoring، تستخدم للحماية والأمنية ومراقبة الاستخدام لأي ملف. المعلومات حول هذه الملفات يتم وضعها في هيكل المجلدات في داخل القرص، أي نوع من أنواع الأقراص. هناك الكثير من التغييرات أو التعديلات على هذه الأنواع، طبعا هذه الأمور ممكن تكون هي ستاندرد الرئيسية، ولكنه هي تختلف من نظام إلى آخر. تتضمن including extended file attributes، يعني هناك الكثير من المواصفات الموسعة يعني أكثر من هذه، مثل checksums وغيرها، وأيضا يتم حفظها في داخل directory structure اللي هو هيكل المجلد. هذا عندنا فد مثال على فد ملف معين أو معلومات ملف في نظام الماك أو إس إكس. نعم، الملف هو من نوع text.tex اللي هو يعني لاتك، يعني نوع من أنواع الملفات النصية الذي عادة يستخدم لكتابة المستندات العلمية. هنا تلاحظ بأنه السبوت لايت كوماندز، هنا الكايند اللي هو نوع الملف، السايز، الوير أين يتم وضعه في داخل يعني هذا اللوكيشن، كرييتد تم إنشاؤه بهذا التاريخ، الموديفايد تم تعديله بهذا التاريخ. المزيد من المعلومات طبعا هنا تلاحظ بأنه حتى يعني اسم المستخدمين والبريفليجز الخاصة بهم، يعني الامتيازات التي يمتلكها هذا المستخدم، يعني مثلا المستخدم جريك اللي هو مي اللي هو يعني اللي هو الفتح هذه النافذة في وقتها يمتلك حق القراءة والكتابة لهذا الملف. ستاف إذا كان هناك مستخدم آخر اسمه ستاف يمتلك حق ريد أونلي فقط القراءة. everyone else no access، أي شخص آخر لا يمتلك الوصول إلى هذا الملف أو حق الوصول إلى هذا الملف أو فتحه. فتلاحظ بأنه يعني الكثير من مواصفات الملفات يتم خزنها مع الملف فيما يسمى بالدايركتوري ستراكشر اللي هو هيكل
المجلدات في النظام. الفايل اوبريشنز العمليات على الملفات. الفايل مثل ما ذكرنا از ان ابستراكت داتا تايب، هو عباره عن يعني نوع من انواع البيانات الملخصه، يعني اللي هو من نوع ابستراكت. يمكن انشاء الملف، يمكن الكتابه الى الملف اللي هو رايت بوينتر لوكيشن، يتم الكتابه في موقع البوينتر اللي هو المشير الى موقع الملف في القرص. يمكن القراءه من الملف ايضا ريد بوينتر لوكيشن. ريبوزيشن وذين ذا فايل، يعني البحث في داخل الملف اللي هو سيك، حذف الملف، الترانكيت، قص الملف او قطعه او دمجه مع ملفات اخرى. ايضا الفايل اوف اف اي اللي هو يعني فتح الملف اللي اسمه اف اي، هنا يتم البحث في داخل مجلد او هيكل المجلد عن الموجود في القرص عن انتري اللي هو الفايل اللي اسمه اف اي، وبعد ذلك تحريك هذا الملف من القرص الى الذاكره الرئيسيه. عندما نذكر ميموري فنقصد بها الذاكره الرئيسيه اللي هي الراندوم اكسس ميموري. الكلوز اوف اف اي اللي هي تقوم بعمليه العكس، اللي هي تقوم بتحريك محتويات هذا الملف من الذاكره وارجاعها الى القرص ضمن يعني هيكل المجلد. هنا الدايركتري ستراكشر يمكن فهمه على انه هو يعني عباره عن شجره الملفات والمجلدات في داخل نظام التشغيل. الفايل اوبن فايلز طبعا فتح الملفات، هنا الكثير من القطع من البيانات نحتاجها لاداره فتح الملفات. اولا نحتاج ما يسمى بالاوبن فايل تيبل اللي هو جدول الملفات المفتوحه، والذي يقوم بتتبع يعني الملفات المفتوحه. الفايل بوينتر اللي هو بوينتر يعني مشير الى اخر مكان قمنا بالقراءه والكتابه من عنده لكل واحدة من العمليات التي تعمل على الملف المفتوح. الفايل اوبن كاونت اللي هو عداد الملفات المفتوحة، يقوم بحساب عدد المرات التي تم فتح ملف معين من خلالها لكي يسمح بإزالة هذا الملف من جدول الملفات المفتوحة بعد انتهاء آخر عملية تعمل عليه. يعني بعض الأحيان هناك ملف واحد ولكن عدة عمليات تعمل على هذا الملف، يعني ممكن يكون هذا الملف ديتا أو كود أو أي نوع من أنواع الملفات الأخرى وهناك عدة عمليات تقوم بفتحه. جدول الملفات المفتوحة يعني يقوم يحتاج هذا الرقم اللي هو عدد الملفات المفتوحة أو عدد العمليات التي تعمل على أي ملف، بالتالي لن يقوم بإزالته من هذا الجدول حتى تنتهي آخر عملية تعمل على هذا الملف. أيضا نحتاج الديسك لوكيشن اون ذا فايل اوف ذا فايل، يعني موقع الملف الموجود في القرص، واللي هو كاش اوف داتا اكسس انفورميشن، عبارة عن بيانات مؤقتة لمعلومات الوصول إلى هذه البيانات الخاصة بهذا الملف. الاكسس رايتس اللي هي حقوق الوصول الى هذه الملف اللي مثل ما ذكرنا قد تكون ريد اونلي، ريد رايت، ريد رايت اكسكيوت لكل عمليه، واكسس مود انفورميشن يعني لكل عمليه ونوع الاكسس الذي تمتلكه. الفايل اوبن لوكينج اللي هو قفل فتح الملفات، يعني الملفات المفتوحه ممكن ان يتم قفلها بطريقه معينه بحيث تسمح لبعض البروسيسز او بعض المستخدمين بفتحها والبعض الاخر بعدم القدره على فتحها. طبعا يتم توفير هذا الشيء من قبل مجموعه من نظم التشغيل وانظمه الملفات. يشبه الريد رايت لوك، يعني اذا تذكرون تحدثنا في الفصول السابقه عن ما يسمى بالريد رايت لوك اللي هو الاقفال للقراءه والكتابه. الشيرد لوك اللي هو القفل المشترك يشبه يعني قفل القراءه، يسمح يعني لعده عمليات بان يعني الحصول عليه كونكرنتلي بشكل متزامن بحيث انه عده عمليات تستطيع قراءه الملف في نفس الوقت. اما الاكسكلوزيف لوك اللي هو القفل الخاص او الحصري similar to write lock، هذا فقط يجب ان تحصل عليه عمليه واحده في الوقت الواحد لانه يشبه يعني قفل الكتابه، يجب ان يكون هناك فقط عمليه واحده تقوم بالكتابه لملف واحد في الوقت الواحد. طبعا هذا mediates access to files، يعني يقوم بالتحكم بالوصول الى الملفات. قد يكون mandatory او advisory. mandatory يعني الزامي، advisory يعني ينصح به. الماندتوري هو معناته الوصول ممنوع اعتمادا على الاقفال ومن يمتلكها ومن يطلبها. الادفايزري معناته ان العمليات تستطيع ايجاد حاله الاقفال ثم تقرر ما الذي تستطيع بعدها فعله، يعني هل ستستطيع يعني الوصول الى الملف او فتحه او لا. هنا اكو عندنا مثال يعني جافا اي بي اي على الفايل لوكينج اكزامبل، يعني مجرد مثال على طريقه الفايل لوكينج اللي هو كيفيه قفل الملفات. هنا طبعا يعني مثال يعني مجرد فشيء بسيط، بالبدايه import java input output dot anything، مجرد هاي يعني استدعاء لملفات جافا او مكتباتها. import java dot nio dot channels dot anything. public class looking example، هنا راح نعرف هذا الكلاس اللي هو اسمه looking example، هو يعني نفسه مجرد انه اسم يعني مجرد مثال عن الاقفال. public static final boolean exclusive sound false، هنا مجرد قاعد نعرف متغيرات public static final boolean shared sound true، ونس اسند الاول قيمه فولس والثاني اسند قيمه ترو. public static void main، هذا هنا بدايه البرنامج الرئيسي through input output exception.
فايل لوك اللي هو شيرت لوك يساوي نول بالبدايه، فايل لوك اكسكلوسيف لوك يساوي نول في البدايه ايضا. ايضا راح تكون تراي اكسبت تراي انت كاتش. التراي بالبدايه الراندوم اكسس فايل اللي هو ار اي اف، ار اي اف هي مختصر راندوم اكسس فايل، هذا مجرد سميناه، هو عباره عن نيو راندوم اكسس فايل لهذا الملف اللي هو فايل دوت تكست مع قابليه ريد رايت، ار دبليو هي ريد رايت. هنا هذا الملف اسم الملف اللي راح نتعامل معه. بعد ذلك هو منطق هنا هذه يعني الكومنتس التعليقات التي تشرح او توضح مكونات هذا البرنامج. هنا يقول get the channel for the file، هنا نحتاج ان هنا نقوم بالحصول على قناة لكل واحد من الملفات. فهنا الفايل شانل سميناها سي اتش يساوي لنا الار اي اف اللي هو ملفنا اللي سميناه الراندوم اكسس فايل، ار اي اف دوت جيت شانل، هذه هي الدالة اللي نستخدمها للحصول على الشانل. بعد ذلك this looks the first half of the file على انه اكسكلوسيف، هنا راح نقوم بقفل النصف الاول من الملف بقفل من نوع الاكسكلوسيف. فهنا قلنا اكسكلوسيف لوك اللي احنا اصلا هنا عرفناه واللي كان بالبدايه نول، اكسكلوسيف لوك يساوي لنا الشانل دوت لوك اوف 0 اند الراندوم اكسس فايل دوت لينث باي 2 اللي هو يعني طول الملف مقسوما على 2، وايش سمينا اعطينا القيمه اكسكلوسيف. فهنا قمنا بقفل النصف الاول من الملف اللي هو حجمه حجم الملف مقسوما على 2، يدل على انه يبدا من الصفر الى نصف الملف. هنا سمينا قفلنا بقفل من نوع الاكسكلوسيف، اي انه فقط هناك يعني عمليه واحده تستطيع الدخول الى هذا النصف من الملف في الوقت الواحد. Now modify the data، هنا طبعا release the lock exclusive lock dot release، هنا تقومنا بتحرير هذا اللوك بحيث انه اي عمليه تحتاجه تقوم بامتلاكه تعمل اكواير. هنا بعد ذلك راح نقوم بقفل النصف الثاني من الملف على انه shared، يعني this locks the second half of the file as shared، ايضا بنفس الطريقه shared lock يساوي لنا channel dot lock of the raf dot length of by 2 زائد 1. هنا طبعا النصف الثاني من الملف هو يبدا من حجم الملف مقسوما على 2 زائد 1، اي انه يعني اول بيان او اول بت بعد منتصف الملف وصولا الى حجم الملف النهائي. يعني هنا تلاحظ بانه بدانا من الصفر الى نصف الملف، هنا بدانا من النصف زائد 1 حتى نهايه الملف واللي هو مثل النصف الثاني من الملف، وايضا قفلنا بقفل من نوع الشيرد. بعد ذلك ناو ريد ذا داتا قراءه الملفات ريليز ذا لوك، هنا طبعا بهاي المنطقة نستطيع قراءة البيانات لأنه مثل ما ذكرنا هو شيرد، أي عملية تستطيع قراءة البيانات. بعد ذلك شيرد لوك دوت ريليس قمنا بتحرير القفل بعد استخدامه. ثم الكاتش، هنا دائما إذا اكو تراي بعد كل تراي اللي هي يعني نعتبرها الدالة الرئيسية، بعد ذلك يتم هناك كاتش اللي هي جافا دوت اي او دوت انبوت اوتبوت اكسبشن اللي هي سيستم دوت ايرور دوت برنت لاين اي او اي. وفاينالي يعني بالنتيجه النهائيه if the exclusive lock lies on null release lock dot release exclusive lock dot release و if the shared lock lies on null ايضا shared lock dot release. هذه الحاله مجرد اختبار لحاله الاكسكلوسيف لوك والشيرد لوك اذا لم يكن يساوي null. احنا بالبدايه عرفنا على انه null بس بعد ذلك قمنا بتعديل الصيغه الخاصه به او قيمته اثناء التنفيذ. هذا هو مجرد مثال بسيط يعني على كيفيه استخدام لغه جافا لقفل الملفات و فتحها يعني والوصول لها. كذلك يعني هناك هذا جدول يوضح بعض انواع الملفات واسمائها والاكستنشنز الامتدادات الخاصه بها. عندنا الملفات اللي هي اكسكيوتبل القابله للتنفيذ، امتداداتها الطبيعيه هي .exe .com .binary، وبعض الاحيان or none يعني بعض الاحيان يكون الملف هو بدون امتداد ايضا يكون من النوع التنفيذي. ready to run machine language program، هذه الملفات هي عباره عن ملفات جاهزة للتنفيذ لأنها تحتوي على المشين لانجوج بروجرام، يعني برامج مكتوبة بلغة الماكينة جاهزة للتنفيذ. هناك أيضا ملفات من نوع أوبجكت امتدادها يكون OBJ أو O، هذه يعني تكون compiled machine language and not linked، يعني هي مفسرة بالأصل وهي مكتوبة أيضا بلغة المشين لانجوج ولكنها غير مربوطة بال DLL أو Dynamic Link Libraries. السورس كود اللي هي الملفات الكود المصدري قد يكون مكتوب باي لغه سي سي بلس بلس جافا باسكال اسمبلي او اي لغه ثانيه. هذا هو السورس كود ان فيريس لانجويجز الكود المصدري او الشفره المصدريه بمختلف اللغات. ايضا عندنا الباتش سيستم او الباتش فايلز امتدادها يكون دوت بات او اس اتش، هذه هي عباره عن كوماندز تو ذا كوماند انتربريتر عاده تكون للشيل او غيرها، هذه عبارة عن إعازات يتم تنفيذها من قبل الكوماند انتربرتر مفسر الإعازات.
أيضا أكو عندنا التكست فايلز وامتداداتها والوظيفة الخاصة بها، الوورد بروسيسرز، اللايبراري، البرنت أور فيو، الأركايف والمالتي ميديا. كل واحدة من هذه هي مجرد يعني أمثلة على بعض أنواع الملفات والامتدادات الخاصة بها أو الامتدادات الشائعة، وكذلك الفونكشن أو الوظيفة التي تستطيع القيام بها. هذا هو يمثل إن شاء الله يعني أول محاضرة من أو أول جزء من هذا الفصل، وإن شاء الله راح نكمل البقية في المحاضرات القادمة. فخليكم يعني، شكرا جزيلا ومع السلامة.